السلام عليكم يا أول، كيف حالكم؟ معكم المعلمة بيان الرفاعي من أكاديمية الماس الدولية. سنبدأ الآن بشرح درس من سلسلة شرح دروس مادة التربية الإسلامية، وسنتعرف إليه الآن. سورة الكوثر، سنتعرف اليوم إلى سورة الكوثر. هي سورة من سور القرآن الكريم. من الذي أنزل القرآن الكريم؟ وعلى من أنزل؟ في أي شهر أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم؟ ومتى يقرأ المسلم القرآن الكريم؟ ومن يذكر لي بعض آداب تلاوة القرآن الكريم؟ إذا سنجيب الآن عن هذه التساؤلات. من الذي أنزل القرآن الكريم؟ أنزل الله سبحانه وتعالى وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل في شهر رمضان. نعرف شهر رمضان. متى يقرأ المسلم القرآن الكريم؟ في جميع الأوقات. من يذكر لي بعض آداب تلاوة القرآن الكريم يا أول؟ من يذكر لي؟ حكينا اللي هي الطهارة، الوضوء، يعني الاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمل السور الآتية ثم أجيب. عندي أول سورة نهر، ثاني سورة طفل يصلي، وثالث سورة الأنعام اللي هي أول الأبقار والأغنام و الخراف والجمل، هذه كلها أنعام يعني حيوانات. ما اسم السورة التي تعبر عنها هذه السور؟ الكوثر. سنتعرف الآن ونقرأها مع بعضنا البعض. دعونا يا أول نقرأها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. سمعنا يا أول إلى سورة الكوثر، هنا نشرحها نعرف شو تفسيرها يا أول مع بعضنا يا أول. يلا هيا. إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر هو نهر الجنة، الله سبحانه وتعالى أعطاه للرسول صلى الله عليه وسلم. إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر اللي هو من أعطى محمد صلى الله عليه وسلم الكوثر؟ الله سبحانه وتعالى. ما هو الكوثر؟ اللي هو نهر في الجنة. فصل لربك وانحر. الله سبحانه وتعالى يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي ويقوم بذبح الأضحية. فصل لربك وانحر. صل لربك وانحر. لماذا يأمر الله سبحانه وتعالى رسولنا محمد بالصلاة؟ وفي إيش يا أول؟ في عيد الأضحى، إنه ينحر الأضحية ويذبح الأضحية اللي هي الخروف في عيد الأضحى. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر، اللي حكى عنك بالسوء هو الأبتر، اللي هو ما مقطوع النسب، اللي الله سبحانه وتعالى غضب عليه. هون يا أول الله سبحانه وتعالى وصف إيه اللي حكى عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه ما عنده أولاد ذكور، لأنه بيموت الأولاد الذكور بيموت على الرسول صلى الله عليه وسلم. وصف الله سبحانه وتعالى إنه هو منقطع عن كل خير، هو الأبتر، هو اللي ربنا راح يبعد عنه كل الخير. اللي حكى عن الرسول صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم انه هو ما عنده اولاد، من اولاد
أولاد الذكور بموتوا. إن شانئك حكينا هو الأبتر، يعني شانئك اللي هو اللي يتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالسوء، والأبتر إنه هو اللي راح يكون منقطع عن كل خير. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. لأن حكينا الكوثر يا أول ستحفظونها اسم نهر في الجنة، وانحر يعني الله سبحانه وتعالى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يقدم الأضاحي ويذبح الأضحية في عيد الأضحى. شانئك الشخص الذي يكرهك، والأبتر الذي لا خير فيه، ما رح يكون فيه خير لأنه حكى عن رسول الله عليه وسلم. لازم تعرفوا شغلي أول بعد ما نحفظها ونفهم معانيها، إن هي أقصر سورة في القرآن الكريم وعدد آياتها 3. الأعمال الصالحة تزيد حسناتنا وتكسبنا رضا الله تعالى. أعطى الله تعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نهرا عظيما في الجنة اسمه الكوثر، من إذا شربنا منه لا نعطش أبدا. أي هذه السورة يعد نهرا؟ أي هذه السورة يعد نهرا يا أول؟ أكيد هاي السورة، السورة الثالثة، الكوثر الخير الكثير منه نهر في الجنة. الأنهار مصدر من مصادر الماء في الأرض. نحكي شوية عن العلوم نربطه في مادتنا اليوم، إن هي نهر مصدر من مصادر الماء، يعني إحنا نحصل على الماء من النهر. كلمة في الآية الكريمة تدل على أن الله تعالى هو المعطي، إن الله تعالى هو المعطي. أعطيناك، إن أعطيناك. أتأمل الصور الآتية واستكشف نعم الله تعالى، الأمطار، الغذاء، والعبادة. هنا الأمطار، هنا عندنا بطة وعندنا أولادها، الطعم أولادها، وعندها العبادة. المسلم يصلي لله تعالى يفعل الخير، ومن ذلك أنه يذبح الأضاحي ويوزعها على الفقراء والمحتاجين. يقدم المسلم الأضاحي في عيد الأضحى. متى إحنا يا أول نشوف بابا وبذبح الأضحية؟ في أي عيد؟ فطر الأضحى. بالطبع عيد الأضحى نقوم يا أول بذبح الخروف مثل الرسول صلى الله عليه وسلم. أضع إشارة صح بجانب الصورة التي تدل على العبادة الواردة في الآية الكريمة. وين إشارة الصح يا أول؟ بتدل على أنه العبارة الواردة في الآية الكريمة، الصورة الأولى ولا الصورة الثانية ولا الصورة الثالثة؟ بالطبع الصورة الثانية، لأنه هي الطفل ماسك الخروف. ماذا تشاهد في الصورة؟ عدد أركان الإسلام. إلى أين تأدية فريضة الحج؟ إلى أين نذهب إلى تأدية فريضة الحج؟ ماذا تشاهد في الصورة يا أول؟ نشاهد في الصورة الكعبة المشرفة في بيت الله الحرام. عدد أركان الإسلام كم؟ عدد أركان الإسلام 5. إلى أين نذهب لتأدية فريضة الحج؟ نذهب إلى بيت الله الحرام المكة المكرمة. ما اسم العيد الذي يأتي بعد تأدية فريضة الحج؟ اللي هو عيد الأضحى. جسم منا عيد الأضحى يا أول، لأنه في إحنا نذبح ننحر الخروف. لماذا يذبح المسلم الأضاحي؟ لله وحده نذبحه، لنذبح الأضاحي لله سبحانه وتعالى. من لا يحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يحرم من الخير. إن شانئك هو الأبتر، يعني نحكي إنه من لا يحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يحرم من الخير. كان العاص بن وائل، العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتركوه فإنه رجل أبتر لا ولد له. كان في أيام الرسول واحد يحكي للرسول صلى الله عليه وسلم إنه هذا رجل أبتر ما عنده ولد، فإذا مات انقطع ذكره. فأنزل الله تعالى هذه السورة عشان يرد على اللي حكى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أبتر، إنه هو نفسه اللي هو العاص بن وائل اللي هو العدو للرسول صلى الله عليه وسلم. شو المعنى بشكل عام على سورة الكوثر؟ إنه هو نهر في الجنة، ووجه الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وعبادة الله تعالى وذبح الأضحية. وفكر في أعمال تدل على حب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، في الصلاة والحج والنحر. الصلاة أني أصلي وأذهب إلى الحج وأذبح الأضحية.
دي يا أول. سورة الكوثر. أعطى الله نبيه الخير الكثير في الدنيا والآخرة، نهر الكوثر في الجنة، أقامت الصلاة ونحر الأباحي شكرا لله تعالى، والنصر والتأييد لرسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. خلينا يا أول نتأمل بسورة الكوثر عشان نحفظها أكثر. إن أعطيناك الكوثر أو الصور، إن شانئك فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. علينا يا أول حفظ سورة بسم الله الرحمن الرحيم. إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. أعطى الله تعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نهرا اسمه الكوثر، نذبح الأضاحي ونوزعها على الفقراء، أقدم الأضاحي لأنها رضا الله تعالى، أقوم بأداء الأعبادات شكرا لله تعالى. هذا الولد بحكي وأدعو الله تعالى أن أشرب من نهر الكوثر شربة ما منعطش بعدها أبدا. عليكم يا أول حفظ سورة الكوثر، فهم معانيها وحل الأسئلة أسئلة الدرس. ألقاكم في درس آخر إن شاء الله. إلى اللقاء.